اللي وقع اخويا حنايا عايشين اساسا كيما مولفين عاديين، تلقينا العافية شعلان. اشنو السبب؟ ما عرفناش اشنو السبب. عيطنا للوقاية المدنية، عيطنا للدرك الملكي، عيطنا للشرطة، جاو حضروا في عين المكان، هاو ما دايرين الخدمة ديالهم. هاد الشركة تدير هادشي ديال برودوي كيميك. أول مرة أنا تقريبا واحد 5 سنوات وأنا هنايا أساس، ما عمر هادشي وقع. حنا مريحين كما العادة، مقابلين الحراسة ديالنا، تلقينا العافية شعلات. كانت تفرقع، حنا خفنا على الستاسيون، حنا خفنا على الستاسيون اللي تفرقع ويدير لنا شي كارثة أكثر من هادشي. هو وقع راه كارثة، راه وقعات، ولكن الحمد لله من جا الأمن وجات الوقاية وأدوا المهمة ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.